أشكركم على اقتراحاتكم، وإحنا كمستشفى الملك فيصل التخصصي نستقبل العديد، يعني مثل ما تشايفين الكثير من المرضى المحالين إلى المستشفى، ففي طلبات كثيرة على التقارير، ومن ناحية حتى الطبيب يأتي يعني كم كبير من الطلبات، فينشغل بشكل يعني يجيني طبيب يقول أنا أشوف المريض ولا أشوف أسوي له تقرير يعني بشكل كبير. فالحين لاحظت في بعض المفارقات أو الفروقات في الطلبات، يعني في بعض المرضى يجي يقول أنه أنا مطلوب مني تقرير، قالوا لي كل سنة لازم تقرير، بعضهم يقول قالوا لي كل 6 شهور تقرير، بعضهم يقول لك لا لازم، يقول لي المستشفى التخصصي يجيب لازم تقرير على مرافق أو مرافقين. فيا ليت يكون في مثلا توحيد لهالطلبات هذه، أو نوصل إلى قرار يعني واضح من ناحية عدد طلب المدة أو عدد طلب التقارير للمرضى، منها نسهل على الطبيب مهمته ونسهل على المريض، وعليكم برضو اللي هو المتابعة والعناية بطلبات المرضى، ونخفف عليهم عناء الحضور. بعض الأحيان يجيك يقول أنا جاي من الشمال أو من الجنوب علشان أطلب بس تقرير. ففي إحنا شبكات التواصل موجودة من ناحية الكونتاكت سنتر، يمكن الأخ محمد الأبودي شرح لكم أنه التقارير جزء من الكونتاكت سنتر، فيه بيننا وبين ممكن يرسل المريض يرسل فاكس يطلب فيه التقرير، أو عن طريق برضو مراكز الاتصال اللي هو التعاون الصحي اللي في المراكز في المناطق عندكم، نطلب فيها يطلب فيها المريض، ونرفع احنا خطاب للدكتور بسبب طلب التقرير. في بعض الأحيان يقول لك الطبيب انه انا اوكي انا من شوية مثلا من شهر من شهرين اسوي تقرير، ليش اسوي واحد ثاني؟ ما صار في تغير في الحالة، ما صار في يعني داعي اني اسوي تقرير اخر، بينما المريض او الهيئة الطبية طالب في بتقرير يعني جديد وحديث. فيا ليت يكون في مثلا توحيد هالمتطلبات من ناحية انه مدة طلب التقارير، برضو الزيارات الآن متاحة برضو عن طريق الكونتاكت سنتر وعن طريق الخدمات اللي هو المراكز الاتصال اللي موجودة عندكم. برضو عندنا خدمة اللي هي يا ليت نثقف المرضى برضو انه يسجلوا في اللي هو برنامج صحتي، فيقدر المريض يطبع تقارير ويطبع مواعيده ويطبع التحاليل، يطبع يعني يقدر يشوف ملفه الطبي هو في منطقته يعني. طيب فهذه حاجه خلينا نسالك سؤال بس واحد ونختم فيه معك، هل بالامكان هيئة الطبية العامة انهم يحصلوا على الزيارات السابقة يطبعوها، يطبع التقارير الطبية من عندهم كطلب مثل المكاتب؟ لانه تريحهم كثير. هي في ايشو في الكونفيدنشاليتي، اذا المريض قدرنا نربط المريض بالمنطقه حقته، يعني مثلا الهيئه الطبيه لها حق تشوف التقرير، ليش؟ لان المريض محول من جهتهم، فهم لازم يشوفوا تقريره على اساس ممتاز اللي هو يثبتوا يعني هل يستحق انه يتابع، اللي هو كلام الدكتوره تهاني. طريق صحتي، اذا سجل في صحتي المريض يقدر يدخل ويشوف التقارير ويعرضها على الطب. ايوه هذا الشيء يعني خدمه موجوده الان متوفره لاي احد يقدر يستفيد منها من ناحيه طلب التقارير، لكن اللي يدخل على التقرير مو الهيئه الطبيه، يدخل عليها ترى المريض لازم هو يسجل بالباسورد، يقدر يطبع التقارير وتحاليله والزيارات السابقه والمواعيد، في خدمات كبيره يعني متوفره اوريدي يعني.